ليش؟ يا اخوي انت يا اخوي خلاص، هذا هو مو باتحاد، هو الاتحاد اللي صار. وش ذي؟ وش ذا التدخل ذا؟ اصدمها ذا. وإذا ودك تشتري كوينز ما تجرب بروكلي لبيع الكوينز، سريع وآمن ومضمون من الباند والتصفير، وبرضو عندنا ضمان كامل على النادي حقك، والأسعار حاليا هي أرخص أسعار موجودة في سوق الكوينز كامل. إذا ودك تشتري كوينز رابط المتجر تحت في الديسكريبشن، وبرضو رابط واتساب الدعم الفني. الحق واشتر كوينز لأن الأسعار جدا ممتازة. جميع الروابط اللي تحتاجها تحت في الديسكريبشن، وخليكم الحين مع مقطع اليوم. لا يمدينا عليهم ذولي. يلا بسم الله، بدأت المباراة. خمسة دفاع يلعبون، خمسة معناها انهم يلقبون. ارجع وش الدفاع؟ وش المساحة ذي؟ اشوف بس كيف يرجع ذا، وش ذا الشجرة ذا؟ هذا بروكلي شيكم ملوك ذبانة، يروح ويرجع يروح ويرجع. مسمي لعبة خكري هذا البحث، هذا اللي اسمه تمركز. ما تعرف خطيرة. ابو مرسان، افا يا ابو مرسان. وش وراهم كلهم يحطون ذا الاحتفالية؟ وش السالفة؟ بعدين وش ذا الجسم كله الوان؟ النادي بيقفل من بعد شوي بدري. ايه واضح. يا عمري المهاجم، ها هذه احسها في المرمى. شفني عندك ها؟ يو ايوه يلا. اوه حلوه. عطني بعرف. اخلص، وش اسم لاعبك؟ اخلص بس سمبوسه. خلاص عرف اخلص. اللي ما طلب هذا يخرب بيت السرعه. بعدين ما طلبتها تراني، ورا هذا الملقوف حول علي ما طلبتها ملوك. يويا اقول لكم فهمتوا، انكب خلاص، قفلوا النادي لانه ما يصير اثنين ضدنا ومسوين زي كذا. يعني في حوسه بالدفاع، حوسه مره ما ادري ليه، وحوسه بعد فينا احنا. اذا جيت هنا اقول قلبنا اقول لك يا ازرق يا حياك يا قل كذا. اللهم اني صايم. اقول اقول اطلع انا طلعت ترى. اطلع ابحث عن خصم ثانيين. هذا ما ادري والله، اطلع والله مو معرق مفاسه بس حوسه عندنا. اصبر ملوك راح جناح. انا بصير كابتن، اصبر اصلح شيء. تكتيكات من برا انا بصير سي ام وساعد كام واثنين مهاجمين عبود وملوك. خلاص يلا الادوار. شوف انا بصير الامين للجناح. يلا وعبود يميل كذا، يعني يميل بس. وانا بصير اميل ده. لا خليك مهاجم لا تميل. اتحادين مكة. هي قدام يا عمي سنة عشان اتحرك. واحد كاسر تسلل منهم. اسلم. ايوه فوق. ها حلوة اللمسة. اطلع يلا. اطلع تحت تسلل. يا اخوي اقول لك تعال مو بنت تدخل عدم. يا ساتر. شوف الفوضى. اشوى سلام سعد تراك كام وينك يا اخي؟ والله في ضغط الوان اقسم بالله. يلا اخير يلا شوت. شوف وش الشوت وش ذي؟ هذا بيغثنا. يا رب عفوك ورضاك. شوف السريلانكية. بنفسجي بعطيك وبعدين الون مثلثين. ها بنفسجي يقلع الخطة. اصبروا ملوك. لا اله الا الله. وهقني ما قلت لكم ما ينفع. انا اشوف نقطة اقول وينها وامشي وصلت المدرج ما جت. اخير ها يلا الوه يا اخي. ذا غثنا ذا.
هذا كل شوي يدبر ذا. شوف شوف كل هجمات خلوها من عندي وانتوا روحوا الاخير. يا سلام فوق يلا اخير 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 يا اخي ولا شيء ماشي صح الحياه بود. فهذه مره ثبت وادخل انا وليك سين وليك سلم يا اخي بينا تنظيم شوي والله حسنا ملخبطين. اسمعوا تكتيك اسمعوا ها انا بطلب الكور كل شوي وانتوا تقدموا معي. يلا 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 ركزوا ركزوا اخير 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 جول حلوه سجل ايه يا شيخ يلا يلا كذا كل شيء نفس الحركه. حلو 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 لو اني داري طلعت تكفى يلا عبود لو قال زاحف ذا عبود عبود خذ ملوك ملوك ارفع ملوك اخير 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 ملوك وش لي ليش ضغطت الون معها او ار ون صح مربع عادي ايه مربع عادي انطرح انطرح اول مره نلعب فيفا حنا مربع عادي انا ويني الحين قدام انت قدام قدام ملوك 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 يلا شوف الرفعه ايه يا شيخي بس يا شباب يا سلام فهمتوا لا يسقط تكفون يا عيال تكفون يلا تكفون حلو والله تعب لاعبي ارجع 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 اصبر اصبر شو طلع عارس لا يا شيخ والله حرام والله حرام يا شيخ خلاص الدفاع لي 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 اه اوكي شوف انت شعرك ذا الكنافه ذا مدري شو ذا لا كنت ضاغط انا استغفر ربي بس يا رجال ما يستاهلون يا رجال تعادل والله تعادل ظالم وين وين صانع الالعاب حقنا وينه والله صانع الالعاب ميت اليوم يا رجل انا يحتاج احد يصنع له هذا الجيم الانتصار يعني مو معقول ان النادي توه فاتح و تكتيكنا ايش في خلاص هو بدايه صحيح المسار خساره تعادل فوز 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 هذا جوك انت يا الصانع يا حبيبي الان شوف اللمسات شوف 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 خلاص يسوي مهاره كانه مدافع خلاص ثقيل هدي قدامه هدي يوم يوم كذا يلا تعد تعد ملوك اقصد تعد حلوه ملوك برا برا شوت لا لا حول ولا قوه الا بالله اكسب اكسب يا اخي نطي ايش طولك حلو حلو ارفع اخير 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 اه معلي 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 يو كل اللي في البرو كلوب يركضون كلهم كذا متزوجين الحمد ابو سلطان كبار ذولي يا شباب ايش فيكم بس امدح امدح ابو مرسال يا اخوان شوف التسجيل يا اخوي اوه ماي جاد منو طالب الكوره انت لا بس يلا بس يا ساتر ايش هذه ايش القطعه ذي الحين جايكم والله السوني يرفع الضغط طب راح امش بندف يلا ملوك سجل انجلد انا انا ابغى اغير مركزي يا اخوان احس مركزي تبن يا رجال قلعوا ساعد ذا بس انا الصانع طيب حط مهاجم واحد وكام والدم الدم هنا يا الله الصانع يا مسلم لا تصارخ يا اخوي طالع ابو سلطان ابو سلطان رح لسلطان يا اخوي والله صدق فكنا وش ابو سلطان ابو ذا الكبار ذولي انتوا وقتكم بلوت الحين تلعبون طقون جايني بروكلوب يا الله يا سبحان الله يا ابو سلطان يا ابو سلطان ارحمنا يا ابو سلطان شف وش شف هو يا ناس لا ما بدك تسوي شيء يا تنوى المثلث لا افقع ذا الاسرار يا اقول اقول انا 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 لازم اصير مهاجم انا انا بصير مهاجم قرش ما قرش شوف لك صرفه شوف لك صرفه لازم نغير التشكيله وانا لازم اصير هجوم طبعا اذا خلصت المباراه بغير تشكيله بغير تشكيله امش سلم سلم ها لا اله الا الله بلنتي عطني عطني تكفون تكفون البلنتي عند مين عند قاعد يقطع شويه ترى عبود
يلا وانتمون اي زاوية خلص صي شي انتم قلتوا فنجو خلص خلص طيب شوف الملك الو الو وين ابو سلطان وين ابو اترك ابو سلطان والله لا خلطه سلطان عصب اي واضح انه بيعملك سلطان الان بيضربك ضرب روح روح سعد 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 ارفع خل عبود تكفى يخرب بيتك مسوي سوريز خير ان شاء الله كيف خذها هذا يلا اوه يا شيخ اشوى ايش فيه يا اخوي يخلط ابو سلطان يا اخوي ينام مع سلطان يا طير 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 مربعات كلكم مربعات هذين لحنا تعال يا شيخ تكفى ايوه وش ذي بعدين يركن باليمين المفروض ملوك تتسلل يا عبود انا استهدى سبع مرات تضغط الولد انت افتح لي سيده يا اخي افتح اه ماي جنب باره اللي ترفع الضغط شوف ابو سلطان شوف مسجل هذا ابو سلطان الحين طلع شكله كذا ابو سلطان لكن فوز يلا يلا لقاء التالي الحين عندنا مدافع المفروض يعني توازن الدفاع ما عليك ما عليك مضمون مضمون شوف اذا ما جت ركله الجزاء بحذف حسابي لولو سيتي وش لولو سيتي انت لولو كاتي لولو سيتي الان هاتريك لا لا هاتريك بسجل انا هاتريك بما ان وراي الصانع يلا 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 عليكم 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 وش ذولي كم واحد اطلع اطلع بنفسجي شوف القطات يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اي يا شيخي قم يا اخوي الحول متسدحه بحتفل بس للقطه يا شباب جميله 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 شوف احتفاليه شوف سمعني ولا مسمعني وش ذي شباب القطه ايه هم 17 واحد ف حلو ابو مرسال والله ابو مرسال فوق يا اخوي يا مسلم ها هي انت عشان نعرف اوكي شو اوكي ايش قايل لكم هذا المدافع ايوه اكفر اي يا شيخ يا ابي هاتر كان في ذا الجيم اي ساكن بالقطه ساكن بالقطه يا ذا القطه بقى في في لا لا عندهم تكتيك شوف كيف موقفين ذول المباراه اللي بعدها واحد شفتوا شفتوا انها تجي هذه اللي اقصدها سمعتوني لا يا اخوي ها يا اخي فاضي فاضي بتلعب باي انا باخذ يا ناس لا يا عمي المباراه جايه كلنا اربع دفاع مو بسباق مو بسباق سباق ملوك طب شو اسوي اهاجم هد يلا ارفع لي خلني هاتريك ابي هاتريك بس مربع 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 يا سعد يا اخي مربع بضرب شو النادي ذا اعضاء الشرف التبن اللي في النادي قفلوه يو كان دوت يا ابن الحلال يا اخوي انت ايش فيك انت يا ابن الحلال تعال معي اقول لك اطلع معي اطلع وراي ايش انا عشان اعرض ايش فيكم بابي بس اللي انت اخم بابي امبابي ذيك الطاقه الذهبيه 86 يا شوف ملوك باخذ الغفوه قال يا عيال والله العظيم جالس اخذ مكان البوت يا اخي باين الطول في ذا الجيم مكانك لا تغطي احد انا ملاحظ ما ينطون حتى البوتات ما ينطون ابدا شوف في اكثر واحد في الملعب اعطى الكره عبود المهاجم مرجع كنت ما ادري المباراه الملخبطه يا شيخ نط اخيرا اول كوره يكسبونها يا ربي يا اخوي طالع اطلع 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 مثلث مثلث هاتريك 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 اي عبود ترى كل شيء يطلع مصيده فخلها كذا انا امسك كوره وانت تبوي وين هو مثلث؟ وبعدين عبود يطلع معك شوف 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 وين يناول ذا تكتك سعد تكتك سعد شوف خذ خذ مكاني سعد خذ مكاني لا والله جاني لاق يا اخي اقسم بالله شوي جيني ابي يطلع بس يا الله يثقل برا سعد ها؟ سعد لاق لاق عنده لاق عنده لاق عنده لاق يا شيخ الله الله حلو حلو حلو
انا طالع ها بعدين حدد اي عبود انت ايوه قصد يا اخي بقول بروك لك حلو ها سوبر هاتريك مخلطهم نجلس بس نتكي كذا تكي هنا هذه وظيفة المهاجم مش تبيني اسوي ها شف بعد شو اسوي ها شو رايك من لوك هدف كريستيانو سويت وظيفة تكون مهاجم يعني هدف وشت تراني هدافكم لا تكسرني من لوك وش تبي تكسرني ايش وش انت شو مقدمك شو مقدم جاك كسر ورجع كسرني في رعدة ارجع 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 مو بتروح له ارجع تسلل اصلا تسلل تسلل يهوي تسلل وكسره احسن خل ذا ينقلع ذا ترى ثور ذا شو وضعه كافو انا نزلت تحت نزلت تحت شوف ميجا ميجا يا اسس هذه المباراه تبدل المراكز هذا ايش رايك في صمام الاماني اللي ورا لا مدام مدام صل تعلمني في الدفاع انت حلو هي اخلط اخلطهم لوكاتي تعال لوكاتي صابوني باوش ترى صابوني يا اخوي انت يا اخوي خلاص هذا هو بالتعادل والتعادل صار وش دي وش دي اللي تدخل ذا صدمة يا عمري فاول اقول اقول ترى انا ما ايه بالضبط كلنا جتنا الفكرة في وقت واحد اقول يا المدافع يا ابو مرسى صابولي صابولي يا الله بركله فاول ابن الذين الحكم ذا حلو حكم يا عفو الله يا عيال يا عيال افتحت لكم الدفاع يا عيال يا عيال افتحت لكم يلا 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 روح تكفى حطها بلنتي بلنتي يربنا يربنا يا شيخ يا ملوك يلا شفت الجبهين شوف 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 اوفا يا رجع ارجع ارجع اخيرا والله ما في خلق وريحته فيكس والله ما له خلق شف عشان ابي صفر سوى مجنون اخيرا اول انتصار النادي ذا والله العظيم كيف بس التكتيك شباب لا لا حلو حلو 4 3 3 بروكلي بروكلي حاطين لاعب مدريد بقيت نقطة واحدة أما متأخر إي والله